ونشكر الأخوة الحضور جزاهم الله خير على خدمة الدعوة. اللقاء بكل بساطة سنتحدث عن الكتاب، ولكن أنا سوف نرجع للنقطة رقم صفر نبدأ فيها. متى قدحت في رأسك فكرة الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القضية يعني سبق وأن تحدثت عن سبب التأليف هذا الكتاب هو القصة التي حصلت لي في محطة بيكاديلي في 6 أكتوبر عام 1986 ميلادي. حينما وصلت هناك عن دراسة كان معي زميل، ففجأة رأى كثرة الركاب في المحطة والتفت إلي وقال يعني أنا وأنت إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ففي وقتها أجبته بما أستطيع من إجابة، لكن كنت أشعر بأن الإجابة التي أجبت بها أجبت يعني فيها للأخ ما كانت الإجابة اللي لا تكفيه ولا تقنعني إني أجبت على الرجل. فشعرت بأن هناك نوع من الفراغ عند الكثير منا دون استثناء، لا تظهر هذه الأزمة إلا بعد أن يصبح الإنسان في المحك أثناء الامتحان. يعني طالما أنه يعيش في البيئة الإسلامية ما يتبين له هذا، لكن إذا وجد أشياء قدحت يعني أسئلة عنده واستفسارات كذا إلى كذا، فمن حينها بدأت البكرة، ثم بدأ الاطلاع، حضور المؤتمرات، القراءة كذا إلى آخره، ثم تواصل الأمر وكل مع الوقت ازداد قناعة بأن مثل هذا الموضوع يجب أن يعطى حقه، يعني بطريقة مباشرة اقتداء بالأنبياء والمرسلين الذين هم يبلغون الرسالات تبليغا مباشرا لا غموض فيه ولا لبس. فهذه بداية الفكرة. طيب كم استغرق معك ولماذا؟ كتاب بهذا الموضوع بهذه الحساسية من الطبيعي أن الإنسان يتحرى يعني غاية التحري بقدر الاستطاعة، وأيضا يقرأ لأنك يعني تريد أن تتكلم عن وجود الله عز وجل، كيف كانت الإنسانية تنظر إلى هذه القضية منذ أن بدأ تدوين الفكر. فعند التقصي وجدت أنه من 600 سنة قبل الميلاد أيام طاليس المولود في 625 سنة قبل الميلاد، فلاحظت انه من 600 سنه قبل الميلاد الى يومنا هذا والفكر ذا مطروح. طبعا تسلسل يعني بدات تتسلسل من هناك من طاليس زينون، ثم بعدين انتقلنا الى العصر الروماني اللي هو ارسطو وسقراط ارسطو وافلاطون سقراط افلاطون ارسطو، ثم العصر الحديث الى كانت ديكارت إلى آخره، باسكال، راسل إلى آخره، يعني من المجموعة. ثم بعدين العصر الحديث وكيف كان نشوء الفلسفة، وهل الفلسفة نشأت أصلا يعني كنتيجة تساؤلات عن الوجود، وهل هي لها علاقة بالعلم، متى التقت بالعلم ومتى افترقت ويا العلم، ومتى انفصل كل منهم على الآخر، ومتى هيمن أحدهم على الآخر. هذه كلها تقلبات حصلت تم تتبعها أثناء التأليف. فاستغرق الأمر يعني ما يقارب 24 سنة، ليس كله تأليفا طبعا، لكن فكرة وجمع معلومات وحضور مؤتمرات وقراءة كتب أجنبية، لأنه يعني في كتب أجنبية أشير إليها هنا. فيحاول الإنسان أنه على الأقل يحصل على سلسلة متواصلة من الأفكار، لا أقول بأنه ألم بجميع الأفكار، لأنه على الأقل سلسلة متواصلة تعكس كيف كان ينظر الإنسان إلى قضية الوجود عامة وإلى قضية وجود الإيمان بوجود الله عز وجل خاصة. فهذا ما اتبعته، يعني بكل اختصار كنت أهدف إلى بحث قضية الإيمان بوجود الله عز وجل عند مختلف الأديان. الإيمان بوجود الله عز وجل ليقيني بأن حل هذه المسألة يعني حل جميع قضايا المعرفة الإنسانية. بدون حل هذه المشكلة يستحيل أن يفهم الإنسان ما يدور حوله في الوجود ابتداء وانتهاء. فإذا لكن العمل الذي فيه التأليف الحقيقي والكتابة هذا يمكن ما استغرق 8 أو 9 سنوات. ما شاء الله. أنا قرأت الكتاب عندما حضرت لي المكتب ووجدته أشبه بحق الألغام، ولكنك شمرت وجهك. ما رودك يوم من الأيام وأنت تعلم أن تتوقف عن الكتابة في أبداً
هذا الكتاب استعنت بالله عز وجل وألفته بنية أنه لي بعد الموت وليس في حياة الدنيا، إذ أنه في حياة الدنيا لا يمكن أن يجتمع الناس على قلب رجل واحد، فما اجتمعوا على رب العالمين والصفات العلى والأسماء الحسنى والصفات العلى حتى يجتمعوا على مخلوق، ولم يجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجتمعوا على من هم دون ذلك ومن هو دون أولئك أمثاله. وبالتالي قضية إجماع الناس على موافقة الفكرة هذه ليست واردة ولم تكن في بالي إطلاقا. في بالي كيف أقدم للإنسان، لا أقول الشاب بل الشاب والشايب والرجل والمرأة، يعني إضاءة معينة للإجابة على كثير من التساؤلات المسكوت عنها أحيانا والواجب الحديث عنها شرعا انطلاقا من تبيان الحق وعدم كتمانه وحاجة الناس إليه، وأيضا إزالة اللبس في فهم الناس لبعض النصوص كحديث إذا وجد أحدكم فلينته، أن ينتهي الإنسان عند حد معين لا يخرجه عقل فلان ولا علان، إنما الحد الذي يجب أن ينتهي عنده الإنسان هو الحد الذي يقف فيه فكر الإنسان عن إدراك ما بعده، أما أن يوقفه من هو دونه بالفكر والعقل ويزعم أن هذا الحد الشرعي يجب أن يقف عنده فهذا غير صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الشيطان لا يأتي أحدكم فيسأله من خلق كذا من خلق كذا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قف هنا حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد فلينته، فإذا من خلق الله ينته لأنه لا يمكن لمخلوق أن يجيب على هذا السؤال لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، لكن ما دون ذلك من الأسئلة التي بها يستطيع الإنسان أن يتبصر ويزداد إيمانا ويكون من العلماء الذين يزدادون إيمان مع إيمانهم وأكثر خشية لله، فهذا ما دفعني إلى أن يعني أقتحم المحظور العرفي وأقف عند المحظور الشرعي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني معنى هذا أنت تعتقد أن الإنسان يكون هناك إثارة للأسئلة حول هذه المواضيع التي ليس فيها محظورا يتعلق بالسؤال عن ذات الله عز وجل، وما دون ذلك ممكن السؤال متاح، وقد يكون هذا هو جزء من علاج المشكلة. نعم الحالية. لعموم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يوضع قيد على مثل هذا، بل أن الأنبياء عليهم السلام يسألون الله عز وجل في موارد كثيرة في القرآن الكريم لا أريد أن أسردها، والصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع يشكل عليهم، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يسألوه وأن يستوضحوا، ويوجب الشرع على كل صاحب علم أن لا يكتم علمه، بل هدد وتوعد من يكتم العلم الذي يعلمه إذا احتاج الناس إليه. جميل. يعني في ملخص هذا الإجابة على هذا السؤال ينطرح سؤال آخر، هل هذه الظاهرة لما كتبت فيها قبل 24 سنة أو بدأت تفكر فيها ثم انتهيت منها الآن، هل لا زلت ترى الحاجة ماسة إليها والناس محتاجة لها، وهل هي تشكل ظاهرة لكي تقوم بتأليف كتاب؟ أنا أعتقد أن هذه الخطوة الأولى لمشروع قادم يجب أن يشارك فيه الكل، موسوعة مش يشارك فيه الكل، لأنه الاستهانة خاصة ونحن الآن في زمن الانفتاح من قنوات فضائية وإنترنت، ولم نكن كما كنا أولا مجتمعات معزولة نستطيع أن نعيش في جونا بدون أن أي شوشرة، يعني الصحابة رضي الله عنهم وهم في عصر النبوة الذي ليس فيه لا فلسفة ولا ترجمة كتب يونان ولا يحزنون، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نسأل عنه أو نتحدث به، فما نتعاظم أن نتحدث به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه ذلك محض الإيمان، يعني رحب بهم يستقبلهم فذلك محض الإيمان. إذا كان جيل الصحابة الذي ليس فيه فلسفة ولا إنترنت ولا فضائيات ولا كتب مترجمة ولا شيء، وجد هناك سؤال يحتاج إلى إجابة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة الربانية المشفقة، فكيف بجيل جاء من بعد في عصر العباسيين حينما ترجمت كتب الفلاسفة، بل فكيف بجيل مثل جيلنا الآن يعني تغرقه الأفكار من كل جانب، ويزعم من يزعم بأن الإلحاد يكاد أن يكون يعني طوفانا يكتسح العالم، من حقنا أن نبين للإنسان أيا كان
بأن هذه ظاهرة أكثر منها الحقيقة. نعم هناك إلحاد لكنه ليس بهذه الصورة التي رسمت، وأعتقد أني أوردت شواهد هنا كبيرة جدا، ما أحب أن أسترسل، لكن يكفي أن ترى أن تبحث باليوتيوب فتجد من يوثق ويقول جميع العلماء الذين أثروا في الإنسانية ما أثروا إلا لأنهم ملحدون، ثم تجد البحوث العلمية المعتبرة تؤكد أن 90% منهم حصروا 260 أو 270 عالم مؤثر في الإنسانية، نيوتن وباسكال وكارفن وجاليل ودول الناس الأثروا في الإنسانية، ويجد أنه من 98% منهم يؤمنون بوجود الله عز وجل، بينما الناس يضللون بأنه ليس هناك إيش إيمان، وأن هؤلاء لولا أنهم ملحدون لما تقدموا. وصلت إلى الحقيقة. بحث آخر، يقولون الذين حصلوا على جائزة نوبل عبارة عن ملحدين إلا القليل. جائزة نوبل نفسها أصدرت كتاب اسمه نوبل برايس إن 100 years، يعني في 100 عام، جائزة نوبل في 100 عام. وقالوا، والبحث موجود ومنشر عليه بالكتاب، وقالوا إن 70% من الذين فازوا بالجائزة مؤمنون بوجود الله، وأن ما يقارب 10 إلى 15% ربانيون، يعني الأولين يؤمنون بالأديان، بالله والأديان، 15% ربانيون، الباقي فقط ما بين لا أدريين وملحدين، ليس كلهم يعني هؤلاء على الإلحاد. فإذا تصور هذا التضليل، التضليل الآخر قضية فرويد، قضية التطور. كان عندي انطباع أن فرويد هذا عبارة عن مفكر، طلع فرويد عالم بيولوجي، طلع عنده نظرية التطور البيولوجي، كتابه أصل أنواع المشهور، وجدت أنه في نسخة طبعت عام 1954 لكتاب فرويد ذكر فيه، أعطوه أنت فرويد، أعطوه كتاب داروين، داروين كتاب أصل أنواع داروين، تشارلز داروين، في الطبعة 1954 ذكر فيها نص محذوف من جميع الطبعات اللي جاية. وش هو النص هذا؟ يقول داروين نفسه إن حينما أقرأ الانتقادات التي كتبت عن النظرية يرتابني، أو يعفواً يقول يغشاني شيء من التردد والشك، يعني يوحي أدرك التحفظات اللي على نظرية. لماذا تحذف هذه العبارة من كتب من الترجمة الموجودة الآن؟ غير موجودة. فتصور هذا التضليل مو جيد. هذا داوكنز اللي هو أشهر الآن ملحد بيولوجي موجود الآن في العصر الحديث، طبعاً صدم لما آمن بوجود الله أنتوني فلو بعد 80 سنة من الإلحاد، فجلس يحشد الملحدين وقال عبارة لهم، قال لهم صحيح أن القطط القليلة لا تشكل ثقلاً لكنها تستطيع أن تعمل ضوضاء، يعني هذه العبارة قالها في مصر، يعني فتصور لم يكن الإلحاد بهالشكل، هذا لا بهالشكل حقيقة، هالشكل ليش يوهم الناس ان الالحاد هذه عباره عن شيء يكتسح الارض وان هذا يقضي على البشريه وان هذا كذا كذا الى اخره؟ غير صحيح. هذه الشيخ ترى يعني معنى هذا انه تاليفك لهذا الكتاب فتح الباب، احد اسبابه فتح الباب رد على مثل هذه فتح الباب الدعاء. وما وجدت اثناء التاليف استفدت منه لنفسي، واستفاد منه ابنائي او بناتي اللي كانوا يراجعون معي الكتاب. فأحد البنات قالت لي عبارة، قلت لها صفي بعد ما خلص الكتاب ما أثروا عليك؟ قالت رتب خارطة تفكيري، رتب خارطة تفكيري. ليش؟ لأنه في أشياء وأوهام تم تصحيحها، يعني هذه النقطة. جميل. فأنت لما ترى أن هذا الحق هالشكل، يعني كان العنوان غير العنوان هذا، ما اخترت العنوان. بعد ما انتصفت الكتاب وجدت أن أفضل عنوان أن أقول أن نأتي بهذه الآية الكريمة، لأن الآية الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي سورة النمل جاءت بعد قصص الأنبياء وبعد آيات التثبيت تأتي هذه الآية، يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه
وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق. يعني فهذا الكلام لما يوجه لنبي بل أفضل الأنبياء، يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون لديه شك أو ريب، ومع ذلك تطلب الأمر أن يخاطب من رب العالمين بهذا الخطاب، فمن باب أولى أن يشعر الإنسان بأنه يحتاج إلى التثبيت. الله عز وجل يسرد القصص النبوية، قصص الأنبياء في القرآن، ويقول وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا وهؤلاء الرسل سألوا، يعني هذا الشاهد سألوا، يعني إبراهيم عليه السلام الأمة القانت الحنيف سأل الله عز وجل كيف أرني كيف تكون الموتى، وموسى عليه السلام سأل الله ربي أرني أنظر إليك، وإلى آخر. يعني هذه الأشياء كلها موثقة ومدونة. لكن يا أستاذ أبو عبد الله، أنا أعتقد أنه مثل هذا الأمر يجب أن يتناول ليس بالطرق التقليدية الوعظية، وإنما بمخاطبة العقول بكل شفافية وصراحة، بحيث نلامس فعلا حوار الإنسان بينه وبين ذاته سرا، دون أن نعيش وإياه أجواء المجاملة، لأن هذا أعظم شيء في وجودنا، أعظم شيء يهمنا هو الإيمان بالله عز وجل الذي يقول شؤون الناس قد تشغلنا في أشياء كثيرة، لكن شأن الناس هو من خلق الناس، والله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق السماوات أكبر من خلق الناس. ثم أيضا يأتي شأن الله عز وجل الشأن العظيم الذي لا يدرك، لما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في أحد فصول الكتاب ذكر وحشة الزمان، طبعا هذا وحشة الزمان، وحشة المكان، وحشة الموت. وجدت أن هذه الأشياء الثلاثة هي التي هي أكثر ما تقلق الإنسان بعمومه. أما وحشة الزمان فالمقصود به الحديث عن الماضي والحاضر والمستقبل، وما الفرق بين الزمن وبين الأزل وبين الأمد، يعني بتفصيل فلسفي ذكر في الكتاب. يعني الزمن متى بدأ، وعلاقة الزمن بالحركة، وقضية الزمن أم أزمان، وما هو الزمن العرفي المتبع عندنا، وما هي الأيام وأيام الله، وإن يوم عند ربك ألف سنة ما تعدون. يعني هذه الأشياء كلها فصلت في الكتاب عشان ما أستطرد. المقصود فيه أنه الإنسان يضيع ويتيه إن لم يكون الوحي دائما هو الملاذ له في كل لحظة تأتيه به. هذا من ناحية الوحشة الزمنية. أما الوحشة المكانية فعدم وجود استقرار، الوجود نسبي. يعني الآن الأرض بالنسبة للشمس، والشمس بالنسبة للمجرة، والمجرة بالنسبة للمجرات، والمجرة بالنسبة لما وراءه وما دونه ما نعلم. وحشة الحياة والموت، الموت الذي تفرون منه، ليس هناك أحد وجد حل للموت. ذكرت أن الموت هو الظاهرة التي يؤمن بها البر والفاجر والملحد والمؤمن، يعني ما في أحد يكفر بالموت لأنه قاسم كل شيء، منهي كل شيء، وبالتالي فهي وحشة. فلابد هذه الوحشات كلها تنتهي عندما يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالوحي الذي يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم، ويسمع قول الله عز وجل بعد أن حدثهم عن الفزع الأكبر قال لا يسمعون حسيسها وهم في مشتعل أنفسهم خالدين، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لما تكلمت عن الوحشات كنت أريد أن أشير إلى أنه لا مفر إلا الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. بتفصيل سيأتي في الكتاب، أنا ما أحب السطر. نحن نحتاج منك الوقت.